على أحوال الطقس مع موبيليس. أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء يوم الغد إن شاء الله، أول أيام العيد بحول الله. بعد انقشاع ضباب على المناطق الساحلية ستشهد جل المناطق الشمالية أجواء صحوة وخاصة الجهة الشرقية، لكن السحب ستتكون خلال أواخر النهار على المرتفعات الداخلية والهضاب الوسطى وكذلك الغربية لتلتحق ليلا على المناطق الساحلية. دائما أجواء شبه رعدية من منطقة أقول الثورة نحو شمال الصحراء، منطقة تندوف وكذلك مرتفعات الهجار والتصل إلى لغاية أقصى الجنوب. درجة الحرارة خلال هذه الليلة إن شاء الله مقاييس ما بين 22 درجة إلى 26 درجة على المناطق الشمالية، 25 مرتفعات الهجار والتصلي، لكن ترتفع لغاية 34 درجة على الصحراء الوسطى. خلال ظهيرة الغد إن شاء الله دائما طقس حار سيميز المناطق الشمالية وخاصة المرتفعات الداخلية لتصل لغاية 42 درجة على مقياس على معسكر غليزان شلف وحتى على قلمة ميلة خنشلة سوق قهراس، 32 درجة هنا بالعاصمة وحتى على بيجايس كيكدا عنبة والطرف، تقريبا نفس المقياس على طنراسات وجانات، تنخفض على شمال الصحراء مقارنة بالتي سجلت اليوم وخاصة على منطقة الواحات لترتفع لغاية 47 درجة على كل من أدرار وعين صالح. البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، حتى رياح من ضعيفة إلى معتدلة خاصة الجهة الشرقية، راية برتقالية، أما عن درجة حرارة مياه البحر معتدلة تصل 26 درجة مئوية. وقت غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله مستوى العاصمة سيكون في حدود 7:46 دقيقة. ولأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة، عيد أضحى مبارك، في أمان الله. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس.